أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ستكون رسالة إلى الأشخاص الذين يقومون بعمل العلاج بالتنويم المغناطيسي. إخواني الكرام، رسالة إلى المعالجين ورسالة إلى الآباء والأمهات. أي شخص يريد أن يقوم بعمل جلسة علاج بالتنويم المغناطيسي لا يقوم بعمل استرجاع إلى الماضي أو الرجوع إلى الماضي أو استرجاع أو استرداد الذكريات المدفونة في الماضي. فلذلك إخواني ركزوا في هذا الأمر، الآباء والأبناء وأي شخص يذهب إلى المعالج لا يعمل هذه التجربة، وكذلك المنوم المغناطيسي والمعالج المغناطيسي لا يعمل هذه التجربة، لأن في بعض الأحيان العقل اللاواعي يقوم بمشاكل في استرجاع تلك الصور، أو ممكن يقوم بتشويشها، وممكن أن يتم استرجاع ذكريات أخرى أسوأ من الذكريات التي أنت تريد استردادها. فلذلك الشخص أو جسد الإنسان عندما يقوم باسترجاع إلى الماضي، إذا شاهد شيئا إيجابيا فهكذا جسمه ستكون فيه طاقة إيجابية بشكل كبير جدا. أما إذا قمت باسترداده إلى الماضي واسترجع الذكريات المدفونة السيئة، فاحتمال أن يستيقظ في تلك اللحظة ويقع معه مشكل نفسي كبير، لأنه استرجع تلك الذكريات بشكل 100%، وهنا ممكن أن يقع في مرض كبير، ممكن أن يقع في شنجات عضلية، ممكن أن يقع في وسواس قهري حاد، ممكن لا يستطيع أن يعمل معك جلسة من بعد، ممكن يدخل في حالة هستيرية. لماذا؟ لأن عقل الإنسان على كل مدة سنة وسنة 3 سنوات لا يتذكر الأشياء التي هي في الماضي بشكل 100%، والإحساس لا يكون 100% كما كان في الماضي. أما إذا استرجعته إلى الماضي واسترجع تلك الأحاسيس والذكريات إلى آخره، فهنا سيقع مشكل خطير جدا. إما يستيقظ وتجد بأن نفسيته تغيرت أبدا، إما يبدأ يصرخ، إما يدخل في شنجات عضلية كما قلنا، إما يدخل في حالة هستيرية إلى آخره. فلذلك ممنوع 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 كليا للمعالج بالتنويم المغناطيسي، فهذا خطير جدا على المعالج بالتنويم المغناطيسي. ممنوع كليا أن تقوم بعمل جلسة علاج بالتنويم المغناطيسي وتقوم باسترجاع الشخص إلى الماضي. يستحسن أن تعرف ما هو المشكل الذي كان عنده في الماضي، وفي تلك اللحظة تقوم بتحفيز عقله اللاواعي حتى ينسى ذاك المشكل، أو إذا لم ينسى ذاك المشكل لا تبقى فيه تلك الأحاسيس الحزينة والاكتئاب إلى آخره. إذا كان عنده مشكل في الماضي، حاول إما أن تحذفه له بدون الاسترجاع إلى الماضي، إما أحذف له تلك الفكرة، أو أعطيه إيحاءات ليتبرمج عقله الباطن حتى لا يقلق من تلك الفكرة وتأتيه تلك الصور بشكل عادي ولو يتذكرها بدون أن يتأثر. برمجه على هذا الأمر، برمجه على أنه سينسى الفكرة، وبرمجه على أنه ولو يتذكرها فإنه سيكون عنده إحساس عادي ولن يتأثر بأي شيء، وحفز له العقل اللاواعي وجعله للحياة جميلة إلى آخره. هذه الأشياء لا تقوم باسترداده إلى الماضي، ولا تقوم لا تقوم باسترجاعه إلى الماضي، ولا تقوم باسترداد الأفكار المدفونة في عقله اللاواعي. هذا كل شيء. أي مساعدة حول هذا الأمر أو تفسير مدقق حول هذا الأمر، ما عليكم فقط التواصل معنا على الواتساب. تحياتي والسلام عليكم.